الحمد لله، الحمد لله الذي جعل العبودية أشرف المقامات التي يبلغها العباد. أحمد الله سبحانه بمحامد طيبة مباركة فيها لا حاجب لها ولا راد، وأستغفر المولى سبحانه من الذنوب والعيوب المخبآت منها والبواد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ينشرح بها الفؤاد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الهادي بإذن مولاه إلى سبيل الرشاد، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه أرباب الجد والاجتهاد. أما بعد، فاتقوا الله تعالى فإن التقوى خير زاد، وهي خير ما تزود به العبد ليوم المعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى هو مولاكم، فلو قدر أن من في الأرض كلهم قد خرجوا عن طاعة مليكهم مستكبرين، فالذين عند الله سبحانه في السماء لا يسبقونه بالقول وهم بأمره مسبحين. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء أي ثقلت وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: لوددت أني كنت شجرة تعضد. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. فكل من في السماوات السبع ومن في الأراضين هم عبيد في مملكته، لا يخرجون في شؤونهم عن ملكه، ولا يستقلون بشيء دون تصرفه وقدرته. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمالك السماوات والأرض ما خلق من فيهما عباطلا، وحاشاه أن يترك أحدا منهم هملا فيكون فيهما عاطلا. فإن هذا من الظلم الذي تنزه الله تعالى عنه، فلا يجوز بحال من الأحوال أن ينسب إليه. فالسعيد من أهل السماوات وأهل الأرض من رجع في أمره إليه وعول في شأنه عليه. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي،
كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه مسلم في صحيحه. فوصيتي لكم يا عباد الله تعالى المؤمنين أن تستغفروا ربكم وأن تتوبوا إليه كل حين، فيا فوز المستغفرين ويا غنم التائبين. الحمد لله، الحمد لله الذي اصطفى من شاء لحسن عبادته فأنزلهم خير المنازل. أحمد ربي سبحانه بحسن محامد متتابعة تتابع غيث الوابل الهاطل، وأستغفره سبحانه مما أمرت به النفس الأمارة بالسوء من الرذائل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تصدِّقها الدلائل، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبد الله ورسولُه الذي قد ساد الأواخر والأوائل، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه المتدثِّرين بأثواب الفضائل. أما بعد، فأوصيكم رحمنا الله وإياكم بتقوى الله الكبير المتعال، فاتقوا الله تعالى واعلموا أن تقواه من صالح الأعمال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخراً يكون كصالح الأعمال. عباد الله المؤمنين، لازلتم بالحديث القدسي معتبرين. إذا استشعر العبد أنه مخاطب بهذا الخطاب الإلهي وأيقن بأن مولاه سبحانه يتكلم وينادي فشنف سمعه بهذا الكلام الرباني وأطرق برأسه مقرًا بأنه من جملة المخاطبين بقوله يا عبادي، بأنه من جملة المخاطبين بقوله يا عبادي، فإنه يناجي ربه بلسان حاله بهذا النجاء، ويدعوه بصدق بلسان مقاله بهذا الدعاء: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك،
وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفير، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. فالقلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله الرؤوف الرحيم. فحينئذ يمقت هذا العبد حاله، فحينئذ يمقت هذا العبد حاله، ويطالع عاقبته، ويراقب مآله، ويعلم أن الله تعالى غني عنه مع شدة افتقاره وعظيم فاقته، فينكسر قلبه، ويضطر بعدها إلى ستر الله سبحانه وجبروته. قال أبو علي المدائني رحمه الله تعالى: كنت أسمع جارا لي يقول في الليل: اللهم خيرك علي نازل، اللهم خيرك علي نازل، وشري إليك صاعد. وكم من ملك كريم قد صعد إليك بأمل مني قبيح، أنت مع غناك عني تتحبب إلي بالنعم، وأنا مع فقري إليك وفاقتي أتمقت إليك بالمعاصي، وأنت في ذلك تجبرني وتسترني وترزقني. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.